السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو خاص بالتمارين العمليات على الأعداد الكسرية. نبدأ بالتمرين، احسب بأسهل طريقة ممكنة، نسطر على الأعداد بأسهل طريقة ممكنة ثم اختزل إذا كان ممكنا. ناخذ المثال الأول، ناخذ أو تساوي إذن 5 على 6، 3 على 16 زائد 1. إذن أول حاجة هنا 5 على 16 قلنا بطريقة سهلة. إشكال لاحظ هنايا، يمكن نلاحظ أن هاد العدد 16 عندهم نفس المقام، وهادو عاوتاني عندهم مقام موحد. إذن نقد نجي نكتب أ تساوي 5 على 16 زائد 3 على 16، 11 على 4 زائد 1 على 4. إذن كنكون جمعت هادو بجوج وهادو بجوج، عندهم مقام واحد، إذن كنجمعو البسطين. إذن على 16، 5 زائد 8، 5 زائد 3 هي 8، زائد مقام واحد هو 4، 1 زائد 12. يمكننا نختزلو 8 على 16، دونك هي 8 على 16 هي 8 في 2، 12 على 4، 12 على 4 في 3 على 4. إذن أ تساوي هنا 8 في 1، نختزلو تولينا 1 على 2، نختزلو ب4، هنا 4 في 1 إذن تساوي زائد 3. إذن نقوم بتوحيد المقام. إذن هنا عندنا عدد مقام واحد هو 2 زائد هنا 2، نضرب هنا بجوج، نضرب الفوق 2، يعني 3 في 2. إذن أ تساوي مقام واحد هو 2، هنا هادي غتساوي 6، 2 3 هي 6، 6 زائد 1 هي 7. إذن أ تساوي 7 على 2. ناخد المثال الثاني، شوفوا المثال الثاني عندنا سي، سي تساوي العدد. إذن كنشوف طريقة سهلة اللي عندهم نفس المقام. من عندي 5 5 5 سي غنكتبهم، 3 على 5 زائد 9 على 5 زائد 1 على 5 زائد، أنا عندي هادو فيهم 2، 7 على 2، 8 على 2 زائد 7 على 2 زائد، وعندي قولية هادو، إذن 7 على 10 زائد 3 على 10. كنجمع الأعداد اللي عندهم نفس المقام. إذن نرجع للكتابة ديالنا، سي دونك سي تساوي هاد عندهم نفس المقام، إذن كنجمعهم مقام واحد، وكنجمع بيناتهم 3 زائد 9 زائد 1 زائد، هذا عندهم نفس المقام، إذن 2 كنجمع بيناتهم 8 زائد 7 زائد نفس المقام 10، كنجمع 7 زائد 3، إذن سي تساوي 3 1 زائد 9 10 زائد 3 هي 13 على 5 زائد، أنا عندي 15 على 2 زائد 10 على 10. إذن بالنسبة للبي، البي بعد الحساب خليها لكم باش تحسبوها، تلقاو هي 32 على 21، بي تساوي 32 على 21. نخلي لكم ناخدو التمرين الثاني، احسب ما يلي مع الاختزال إذا كان ممكن. ناخدو أ بنفس الطريقة كما شفنا في التمرين الاول، نقدو نحسبوها. دونك نخلي لكم
باش تحسبوها يعني ملي غتحسبو أ تلقاوها 59 على 12 هادي هي أ. ناخدو بي لأن هادي هي النتيجة. ناخدو سي تساوي 27 خمسة على 5 زائد 1 على 2 في 7 على 5 ناقص 11 على 4 قسمة 3 على 4. إن رجعتو معايا للدرس الأول كنا شفنا العمليات كيفاش كنديرو العمليات اللي كيكونوا عندنا الجمع والقسمة والطرح مخلطين بدون أقواس. اش كنديرو؟ كنبداو بالعمليات ديال الضرب والقسمة عاد كندوزو العمليات الجمع والطرح. إذن 27.5 زائد حسبوا هذه هي هي 1 في 7 2 في 5 ناقص هنا عندي القسمة إذن كنشد العدد الأول وكنضربه في المقلوب العدد الثاني هي 4 على 3 كنضربه في المقلوب ديال إذن سي تساوي 27.5 زائد 7 على 10 ناقص 11 في 4 هي 44 3 في 4 هي 12. يمكن لي هنا لا لاحظت هنا عندي الجداء بيناتهم يمكن لي هنا اختزل هي كتولي 11. إذن هنا 11 كنلاحظ هنا ان 4 على 4 يمكن لي اختزل هنا ب 4 دونك كتبقى لي 11 على 3. اذا هنا يمكن لي نكتب 27.5 يمكن لي نضربها في 10 ونقسمها على 10 زائد 7 على 10 ناقص 11 على 3 27.5 في 10 هي 275 على 10 عندهم مقامات موحدة زائد 7 كل شيء على 10 ناقص 11 على 3 دونك 7 زائد 5 هي 12 دونك هي 282 على 10 ناقص 11 على 3 إذن تساوي واحد المقام مقام 31 إذن أنا نضربها في 3 3 في 290 ناقص هنا 3 باش نحصل 30 نضرب في 10 دونك تصل 11 نضربها في 10 في 10 هنا 30 إذن 3 في 280 بعد الحساب 846 ناقص هنا 110 على 30 بعد الحساب 736 على 30 بالنسبة للدي 1 على 12 كنلاحظو أن العملية بالأقواس. أول حاجة كنديرها ملي كتكون عملية الأقواس كنحسبو ما بداخل الأقواس. إذن 1 على 12 زائد 7 نوحدو المقامات مقام 1 هو 12 1 زائد 7 في 12 قسمة واحد المقام هنايا مقام واحد هو 12 3 باش نوصل ل 12 كنضرب في 4 اذا نضرب 4 2 في 4 ناقص 5 في 11 على 7 تنتي تساوي 12 في 7 7 12 في 7 تساوي 84 زاد عليها واحد هي 85 دونك هي 85 على 12 قسمة 4 في 2 هي 8 ناقص 5 هي 3 على 12 في 11 على 7
إذا كنتوصلوا العملية بدون أقواس فيها القسمة والضرب، إذا كندير العملية عادية من اليسار لليمين. إذا هنا عندي دونك هي 85 على 12 85 على 12 هنا قسمة تولي جداء في 12 على 3 في 11 على 7 تساوي هنا عندي 12 هنا عندي 12 اختزل بها دونك هي 85 في 11 على 3 في 7 كنحسب 85 في 11 دونك بعد ما نحسبو هي 935 على 21 هذه هي النتيجة النهائية ديالتي. دونك كنبداو الأقواس كنحسبو داخل الأقواس ومن بعد كنديرو العملية عادية. هنا لاحظتو معايا كنرجعو للخاصيات اللي شفنا في الدرس الأول. دوزو دابا التمرين الثالث. التمرين ثلاثة اللي خلينا نشوفو عملية القسمة بهذا الشكل. ناخدو او اللي تساوي دان 7 على 12 ناقص 3 على 2. إذن كنلاحظ أن هنا عندي عملية الجمع بين كسرين وعملية الطرح من القسمة بيناتهم. إذن أول حاجة غنديرها باش نسهل عليا الحساب غنحسب الجمع بوحدو نحسب الطرح بوحدو وعد من بعد ندير عملية القسمة. إذن نحسبو 7 على 12 زائد 23 على 4 إذا المقام واحد هو 12. إذا هنا عندي 12 7 دونك هنا 4 باش ندوز 12 خصني نضرب في 3 3 في 4 هنا 23 في 3 نضرب ونقسم نفس العدد. إذا هنا عندي 12 7 زائد 23 في 3 23 في 3 60 69 درنا النتيجة تساوي 7 هي 76 على 12 هي 76 على 12 هذه خاصة بالعملية الأولى. العملية الثانية هي 5 على 11 أو ناخد لون آخر. إذن 5 على 11 ناقص 3 على 22 إذن تساوي مقام واحد هو 22 ناقص 22 باش نحصل من 11 ندوز 22 كنضرب جوج. إذن هنا كنضرب جوج تاني 5 في 2 هنا 22 إذن كم تساوي إذن هنا 22 5 10 هي 10 5 في 2 هي 10 ناقص 3 إذن تساوي 7 على 22. إذن هذه غنعوضها هنا وهذه غنعوضها هنا. إذن او اش كتولي 76 على 12 على 7 على 22. إذن او تساوي إذن عندنا عدد قسمة عدد إذن كنكتبو العدد الأول في مقلوب العدد الثاني مقلوب ديال 7 على 22 هو 22 نسبة. إذن أو تساوي هنا في التمرين مطلوب مني أنني نختزل إذا كان أمكن. إذن هنا 6
اتناش تساوي يستا في جوج 22 يجوج في 11. إذن يمكن لي نكتبها كلي هنا نختزل بالجوج نقطبقى لي 76 76 على 6 في 7. هنا يمكن لي نختزل 76 76 يمكن لي نكتبها على شكل عدد في 2 6 هي جوج في 3. إذن 76 هي جوج في درنا 3 76 3 هي 38 دونك هي جوج 38. إذن هنا يمكن لي نختزل بالجوج إذن أو تساوي 38 على 3 في 7 اللي هي 3 في 7 دونك هي 38 على 21 هذه هي. وبنفس الطريقة يمكن نحسب N كذلك بنفس الطريقة يمكن نحسب Q بنفس الطريقة نحسب P. ندوزو ل S و R. ناخدو R تساوي 1 على 2 زائد 1 على 3 زائد 1 على 5 على 4 على 5. هنا الطريقة المثلى باش نحسبو هذه هي كنحسبو من تحت للفوق يعني غنحسبو هاد العدد من بعد غنحسبو هاد المجموع وعاد نديرو الفرق بيناتهم. إذن غنحسبو 3 زائد 4 على 5 رقم 1 هو 5 5 هنا عندنا على 1 إذن هنا نضربو في 5 دونك هي 3 في 5 زائد 4 3 في 5 هي 15 زائد 4 على 5 إذن هي 19 على 5. إذن R كتولي تكتب على شكل 1 على 2 زائد 1 على 19 على 5. نحسب 1 على 19 على 15 هي 1 في مقلوب ديال هاد العدد هي 15 على 19 إذن تساوي هي 15 على 19 15 في 1 على 19. إذن R ولات كتساوي 1 على 2 زائد نعوضو إذن هاد القيمة نعوضوها ب 15 على 19 زائد 15 على 19 وغنحسبو هاد العدد 2 زائد 15 على 19 مقام 1 هو 19 هنا على 1 باش نحصل على 19 هنا غنضرب هنا في 19 ونضرب فوق 19 دونك هي 2 في 19 زائد 15 اللي كتساوي على 19 دونك 2 في 19 هي 38 زيد عليها 15 من 3 5 دونك هي 53 على 19. إذن هاد العدد إذن هاد العدد يساوي 53 على 19. إذن R كتساوي 1 على 53 على 19 اللي هي إذن R تساوي دونك 1 في المقلوب ديال العدد في 19 على 15. إذن R تساوي 1 19 هي 19 على 15 دونك هذه هي النتيجة ديال R. إذن إذا حسبتو بالنسبة مثلا لكو تلقاوها 2 على 9 بالنسبة ل N هي 5575 على 2000 على 2772 بالنسبة ل P تلقاوها هي 46 على 37. يمكن لكم تحسبوهم باش تقارنوا النتائج. نتمنى يكونوا هاد التمارين فادوكم ونتلقاكم في التمارين الجاية إن شاء الله. تهلاو في راسكم. السلام عليكم.